بالتالي يكون الإنسان يتعرض إلى درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، هاي تؤدي إلى ضعف بالمناعة، وقد تؤدي إلى انزعاج، حالة نفسية غير جيدة، حتى حالات الطلاق. يعني أنا تابعت من ضمن متابعاتي أنه هنالك ارتفاع في حالات الطلاق مع أوقات الصيف، ترتبط بالصيف خاصة بالعراق. يعني يمكن شهر الخامس في بغداد فقط أكثر من 6700 وشيء من حالات الطلاق في شهر واحد. معناها أنه الحرارة تضغط على الإنسان، تضغط على فسدجته. الأمراض عديدة حقيقة، منها الإسهال، منها الدوار، منها الضعف العام. أيضا أكو أمراض مرتبطة بنواقل، هاي النواقل منها البعوض وغيرها من الحشرات، هاي تنتقل من منطقة إلى أخرى حسب الزون الحراري. فلما الزون الحراري، مثلا أعطيك مثال، في مدينة ديالة أكو مرض جلدي، الله يعافي الجميع، اسمه حبة بغداد أو الليشمانيا. الليشمانيا كان يؤشر في ديالة بالسنة من 10 إلى 100 حالة، خلال آخر 5 سنوات ارتفعت إلى 300 حالة. بالتالي نتحدث عن 300% زيادة. هاي الزيادة لما نجينا نحللها كعلماء مختصين بقضايا البيئة والمناخ، وجدنا أنه الحرارة، الحزام الحراري، حزام 40-45 درجة بدأ يرتفع فوق من مدينة ديالة. بالتالي الحشرات بدأت توصل لهذه المناطق، مع قلة المطر، مع قلة الغطاء الأخضر، بالتالي بدأت هذه الأمراض تنتشر، وغيرها من الأمراض اللي حقيقة صارت مستوطنة.